أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية العربية الدولية، ونبدأ بعد الفاصل. نبدأ مع الهيئة نت، نبدأ من تقرير نشره موقع الهيئة نت حول أوضاع السجون الحكومية المعلنة في العراق الجديد خلال الأشهر القليلة الماضية. وكان من أبرز السمات التي تتسم بها تلك السجون هي الاكتظاظ والتعذيب والابتزاز والإهمال، فالسجون الحكومية الكبرى باتت تحوي أضعاف طاقتها الاستيعابية. فعلى سبيل المثال، سجن الناصرية المركزي مصمم لاستيعاب 7000 نزيل فقط، أما في الواقع فإنه يحوي على أكثر من 3 أضعاف هذا العدد بكثير. وهكذا بالنسبة للسجون المركزية الأخرى في العراق التي يتجاوز عددها 50 سجناً في عموم البلاد. بات يعلم القاصي والداني أنه حالة عامة في جميع السجون الحكومية وسط استمرار التستر الرسمي والنفي الحكومي، فإنما تم رصده وتوثيقه من حالات على ذلك كثيرة وكثيرة جدا. نأخذ حادثة مشهورة وقعت في آذار مارس الماضي، حيث قامت قوة من مكافحة الإرهاب بمداهمة سجن التاجي، وبدأت هذه القوة بالتحقيق مع المعتقلين، وجرى ذلك باستخدام الضرب المبرح والصعق بالتيار الكهربائي والإيهام بالغرق والشتم بألفاظ نابية وطائفية ضد المعتقلين، ما تسبب بحالات إغماء وكسور في عظام عدد من المعتقلين. وقام أفراد القوة المذكورة بتكسير كاميرات المراقبة لإخفاء اعتداءاتهم، واكتفت دائرة الإصلاح بإرسال لجنة تحقيقية وقد صورت بعض المعتقلين المصابين داخل السجن. وبحسب المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، فإن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم قوات مكافحة الإرهاب بارتكاب هكذا انتهاكات صارخة داخل السجون التابعة لوزارة العدل. من جانبها، أعربت اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب في نتائجها التي نشرتها بشأن العراق نهاية نيسان أبريل الماضي عن قلقها إزاء استمرار التعذيب أو سوء المعاملة في مرافق الاحتجاز في البلاد. ولاحظت اللجنة أن الآليات القائمة للتحقيق في عمليات التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها المسؤولون لا تحاسب الجناة فعليا، وحثت اللجنة العراق باعتبار أنه دولة طرف فيها على معالجة مسألة الإفلات من العقاب على الفور، واعتماد تدابير لضمان المساءلة في الممارسة العملية. ويقول التقرير أن قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين يمتلك كماً هائلاً من الشهادات ذات المصداقية العالية والأدلة الدامغة على استمرار التعذيب الوحشي على نطاق واسع وجميع ظروف سوء المعاملة الأخرى وظروف الاحتجاز المزرية وكذلك الابتزاز الممنهج داخل سجون العراق وسط إفلات مطلق للمسؤولين من العقاب، مع غياب واضح تماما لأي رادع قانوني بالتزامن مع إنكار لها من قبل الجهات الحكومية، الأمر الذي يؤكد تماما استمرار الخروقات الصارخة للمواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها تلك الجهات وعدم احترامها لحقوق الإنسان العراقي. بالنسبة لوفيات السجون والإهمال والابتزاز، فما يزال التعذيب الوحشي والمتكرر والإهمال الطبي المتعمد والابتزاز الممنهج من أبرز أسباب وفاة المعتقلين داخل مرافق الاحتجاز في العراق الجديد. وقد رصد ووثق قسم حقوق الإنسان وفاة ما لا يقل عن 36 معتقلا خلال المدة التي شملها هذا التقرير، معظمهم كانوا نزلاء في سجني الناصرية المركزي والتاجي، وأكثر من نصفهم فارقوا الحياة في ظروف غامضة بحسب إدارات السجون التي كانوا نزلاء فيها، في حين كان التعذيب باعتراف القائمين عليها سببا مباشرا في وفاة 4 معتقلين والإهمال الطبي في وفاة 15 آخرين. ونؤشر هنا استخدام مصطلح ظروف غامضة لتهرب الجهات الحكومية من حقيقة كون أغلب الوفيات داخل السجون بسبب التعذيب الوحشي أو من جرائه. ونسرد في هذا التقرير حالة أحد ضحايا التعذيب، وتحديدا قبل 2 يوم من موت الضحية الذي كان يتعرض للتعذيب الوحشي بشكل شبه يومي. فقد روت والدته بأن ابنها المعتقل كان قد طلب من السجان أخذ العلاج،
فرفض الأخير، بل عندما طلب المعتقل الخروج لتلقي العلاج قام السجانون بإخراج المعتقل وضربه بالعصي والكهرباء حتى أردوه قتيلا في الحال. وبعد أن توفي قاموا بإشاعة خبر أنه توفي إثر سكتة قلبية، ولم يسلموا جثة المتوفى إلا بعد أن قاموا بإجبار أهل الضحية على توقيع أوراق تنفي سبب الوفاة الحقيقي والتوقيع على أنه توفي بالسكتة القلبية. ولم يتركوا أهله الذين وصلهم خبر وفاة ابنهم وهم في حزن شديد، حيث قامت قوة حكومية بمداهمة بيت المتوفى الذي لا يوجد فيه سوى نساء وأطفال، من بينهم زوجة الضحية التي أخبرتنا عن طريقة المداهمة والترويع الذي صاحبها، وقالت إنهم تركوا منزلهم خوفاً من الاعتقال. وننتقل إلى الميثاق، حيث تقول الكاتبة ثائرة أكرم العقيدي في مقال نشرته صحيفة الميثاق الوطني، حاول الصدر من خلال تحالفه الأخير قبل أن يتراجع عنه أن يغير الصورة الطائفية تماماً التي ترسخت من أفعاله وجرائم تياره خلال السنوات الماضية. يريد أن يقول إن كتلته ليست طائفية، بل هو شعبي وطني قادر على التعامل مع الأطراف الأخرى والتحالف معها وتغيير المعادلة السياسية الحالية الطائفية القائمة في البلاد، وهذا وإن كان مستحيلا في ظل لعبة العملية السياسية القائمة، إلا أن الصدر حتى في هذا الطريق تراجع وترك حلفاءه في وسط الطريق وسلم الأمور كاملة كلها بيد خصمه نور المالكي، المستعد تماما أن يستفز كل الطوائف ليبقى زعيما لطائفة خائفة وقد يشعل حربا لأجل ذلك. وحاول مقتدى الصدر خلال هذه الفترة أن يظهر نفسه الوطني الذي يريد أن يكون عاملا موازنا ضد النفوذ الإيراني في العراق وبطل إصلاح ويتجاهل العلاقة مع إيران ومشاركته في النظام السياسي الذي هو يسير برعاية أمريكية إيرانية طيلة 19 عاماً الماضية، وتياره يتحمل مسؤولية أغلبية المشاكل التي يتخبط فيها العراق، إذ أدى جيش المهدي دوراً مركزياً في تغذية الصراع الطائفي الذي دمر العراق، وشارك أتباعه في عمليات وأنشطة إجرامية كبيرة وواسعة راح ضحيتها آلاف العراقيين. ولهذه الأسباب وغيرها طرح الصدريون جانباً في بداية تشكيل الحكومات في العراق كتيار منحرف ليس له سوى علاقة قليلة بمستقبل الأمة، وقد اعتبر التحالف وشركائه العراقيون سلوكيات مقتدى غير متناسقة وقراراته عشوائية وخطابه راديكالياً وحركته فوضوية ومخربة، لكن مركزه السياسي وشرعيته في عيون أتباعه والقلق والحرمان جعلتا من مقتدى مفتاحاً لاستقرار العراق، ويجب أن يعامل على هذا الأساس كما يظن أتباعه، ولكن يتوجب على مقتدى أن يفعل أكثر لكي يمارس قيادة مسؤولة، فمقاومته الصورية للاحتلال وعدائه لقادة شيعة آخرين ومرجعية النجف ومعارضته للفيدرالية، هذه الأمور جعلته يكسب احترام بعض العراقيين الذين يريدون أن يتمسكوا بقشة عسى أن تنقذهم من الغرق. مقتدى الصدر يريد أن يتسيد الزعامة في العراق بخداعه العراقيين بأنه أملهم بالتصدي لسطوة إيران والحد من نفوذ الميليشيات والمجموعات الحليفة لإيران. نشر صحيفة الغارديان تقريرا قالت فيه إن العشرات من الناشرين لنظريات المؤامرة والذين تلقوا دعما من حملة نسقتها روسيا قاموا بإرسال آلاف التغريدات التي تحتوي على معلومات زائفة بهدف تشويه هذه الحقائق. وبحسب واقع الحرب في سوريا وخلف هذا التشويه للبيانات والحقائق التي جمعها معهد الحوار الاستراتيجي، فإنه حدد شبكة من الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي تحديدا تعود لأفراد ومواقع إخبارية كذلك ومنظمات تقوم بنشر أكثر من معلومات عن الحرب إلى مليون متابع تقريبا، يصدقون كل كلمة يقرؤونها ويشاهدونها ويسمعونها في المنشورات هذه. حدد المعهد ثلاثة ملامح فيما ينشر، وهي مهاجمة وتشويه عمل متطوعي الدفاع المدني ومنظمتهم الخوذ البيضاء
والتركيز ثانيا على استخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي من خلال نفي ذلك أو تشويه المعلومات عنه، وثالثا مهاجمة المنظمات الدولية التي تحقق في الأسلحة الكيماوية. وأصبحت الخوض البيضاء هدفا لغضبهم بعد توثيقها حوادث استخدم فيها السلاح الكيماوي مثل خان شيخون في عام 2017، حيث قتل 97 شخصا ثلثهم من الأطفال. وتوصلت دائرة تابعة للأمم المتحدة لاحقا إلى وجود أسباب معقولة تدفع للاعتقاد بأن القوات السورية أسقطت قنابل نشرت غاز السارين على البلدة في محافظة إدلب. وجاء التحليل الجديد في تقرير أعدته الحملة السورية، ووجد أن الروايات الرسمية للحكومة الروسية لعبت دورا محوريا في خلق المناخ ونشر المحتويات الزائفة، حيث لعبت سفارتا موسكو في بريطانيا وسوريا دورا بارزا، ومن بين الذين وردت أسماؤهم كمؤثرين في عمليات التضليل بانيسا بيلي التي تصف نفسها بالصحفية المستقلة والتي تحولت نظرياتها كدليل لروسيا في مجلس الأمن الدولي. وفي أيلول سبتمبر عام 2015 اتهمت بيلي الخوض البيضاء بأنها متحالفة مع تنظيم القاعدة ومنظمات إرهابية أخرى، زعمة أن اللقطات التي يأخذونها في عمليات إنقاذ المدنيين وإخراجهم من أنقاض البيوت والبنايات التي دمرت مفبركة. وقال فاروق حبيب نائب مدير الخوض البيضاء: في البداية اعتقدنا أن هذا الكلام من جهة ليست لديها المعلومات الصحيحة، وعلينا الاتصال بها وتوضيح الحقائق لها، ولكن بعد بحث اكتشفنا أن هذا متعمد ومنظم. نشرت صحيفة ساندي تايمز مقابلة حصرية مع رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، ناقش فيها موضوعات المرأة والطالبان وطموحاته السياسية. وأجرى المقابلة ماثيو كامبل وبيني غالا، وقال فيها إن خان يعيش بطريقة مختلفة تماماً عما كان يعيشها كلاعب كريكت دولي معروف يقضي وقته بين الملاعب والنوادي الخاصة. اتهام أمريكا بالغطرسة الإمبريالية والتدخل في السياسة الداخلية جيد لجذب قاعدته الشعبية ومحاولاته استعادة الحكم. وقال خلال 40 عاما الماضية: خضعت قياداتنا لأي شيء طلبته الأمم المتحدة منا. واستعاد ما قاله ريتشارد إيرميتاج مساعد وزير الخارجية في إدارة جورج دبليو بوش بأنهم سيعيدون باكستان للعصر الحجري في حالة عدم انضمامها للحرب على الإرهاب، وفعلت، لكن الثمن كان 80,000 ضحية ومئات من الهجمات بالطائرات المسيرة و3.5 مليون مشرد. وانتقد خان بشدة التدخل الأمريكي في أفغانستان: ظللت أقول للأمريكيين لن تستطيعوا حل المشكلة عسكريا، وأطلقوا علي خان طالبان. ودعمت المخابرات الباكستانية طالبان التي يقول خان إنها متجذرة في الشعب، وعلى خلاف الحكومة الدمية التي فرضتها الولايات المتحدة على كابول. وقال خان: لم يفهم الأمريكيون أبداً ثقافة البلد أو الشعب الذي يتعاملون معه. وتساءل عن التدخل الأمريكي في أفغانستان: ماذا كان يريد الأمريكيون تحقيقه؟ هل كانوا يريدون تحرير المرأة؟ وهل حدث أن قامت قوة خارجية بتحرير المرأة؟ وهل تستطيع قوة أجنبية حماية الشعب وحقوقه؟ هل جلبوا معهم الديمقراطية؟ والماركة الديمقراطية كانت فاسدة في العمق، وكان الجميع يعرفون هذا، ولم يكن للحكومة جذور بين الشعب. ولا يعتقد أن سياسات طالبان تجاه المرأة الأفغانية أمر يهم كل شخص في الغرب. المرأة الأفغانية قوية وتستطيع المطالبة بحقوقها. بعد 4 أعوام تماماً من قرار الرئيس السابق دونالد ترامب حول المسلمين، فإن إرثه لا يزال حاضراً بيننا تماماً، يقول محامي الهجرة والدبلوماسي الأمريكي السابق الذي خدم في نيجيريا وباكستان ونياغرا غوا وإسبانيا كذلك كريستوفر ريتشاردسون بمقال نشره موقع ذا هيل، مؤكداً أن استمرار رفض المحكمة العليا الاعتراف بأن القانون كان مدفوعاً بعداء ترامب للدين الإسلامي يجعله حاضراً تماماً ويترك أثره على المسلمين بل وغيرهم. ففي
السادس والعشرين من يونيو 2018 قررت المحكمة العليا تثبيت قرار ترامب ضد هاواي لمنع المسلمين، ورغم الأدلة القوية الدامغة أن الرئيس ترامب كان مدفوعا بعدائه للمسلمين، وهذا واضح جدا عندما قرر منعهم من دخول أمريكا، إلا أن المحكمة تغاضت عن هذا الجانب واعتبرت قرار المنع محايدا وكان أمرا متعلقا بالأمن القومي الأمريكي. وبالنسبة للمعظم فقد كان انتخاب جو بايدن وإلغاؤه منع المسلمين بمثابة جعله قضية خلافية، وبعد أربعة أعوام من الإدراك المتأخر فإن رفض المحكمة العليا للاعتراف بأن السياسة كانت مدفوعة بعداء ترامب لا تزال حاضرة بيننا. فلم يعمل قانون ترامب ضد هاواي على تثبيت منع المسلمين فقط، بل ووضع سابقة خطيرة ستؤثر على المسلمين المواطنين الأمريكيين وغيرهم. ولسنوات طويلة وبعد ذهاب ترامب وبايدن، وقال الدبلوماسي إن إعلان ترامب لم يظهر من فراغ ولم يكن توضيح هدفه أكثر من الرئيس نفسه، فقد وعد بمنع شامل وكل للمسلمين من دخول البلد، وأعلن أن الإسلام يكرهنا، ودعا إلى إغلاق المساجد، ورغب ببناء قاعدة بيانات عن المسلمين، بل وقارن منع المسلمين باحتجاز اليابانيين الأمريكيين في أثناء الحرب العالمية الثانية. ورغم محاولات مئات من المسؤولين بالأمن القومي الجمهوريين والديمقراطيين أبطال فكرة الأمن القومي، إلا أن المحكمة العليا تجاهلت العداء الديني في القانون وركزت على ما ينص عليه القانون، وقال نص المنع لا يتضمن شيئا عن الدين، ويجب على المحاكم بناء عليه القبول بتبرير الرئيس المتعلق بالأمن القومي وأنه السبب وراء هذه السياسة. كل هذا رغم حديث الرئيس عن تشكيل هيئة للمساعدة في كتابة مسودة ترمز إلى بعد الأمن القومي في منع المسلمين وتحويل ما هو غير قانوني إلى قانوني، ولم يعطي القانون الرئيس أقصى قوة ومساحة عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي، بل ويمنح أي ترامب قادم ترامب في المستقبل وربما ترامب الحالي في عام 2024 لتوسيع قانون منع المسلمين. وفي خبرنا اليوم، سجادات الورود في بولندا تعد تقليدا تتوارثه الأجيال، وترتب كاترا زينا كاتشماريك بعناية مجموعة ورود على أحد الأرصفة أمام منزلها لتعد إلى جانب جيرانها سجادة ضخمة ملونة يصل طولها إلى أكثر من كيلومترين تقريبا، وتعبر قريتها الواقعة وسط بولندا. وتوضح كازماريك وهي مزارعة وأم لولدين أن إعداد سجادات من الورود يمثل تقليدا يعود إلى أكثر من 200 عام وتتوارثه الأجيال. وكان تقليد إعداد السجاد أدرج السنة الفائتة في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي، لكن منذ سنوات عدة أصبح هذا العمل الفني مصدر إعجاب لآلاف الأشخاص. وتشير اليونسكو إلى أن إعداد السجاد يستغرق ساعات عدة ويثمر عملا فنيا مؤقتا وجماعيا في نفس الوقت، يعكس التدين والإبداع وتقدير جمال الطبيعة. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.